ان في كلام كتير بيتقال ان الزمالك عنده مرحله صعبه جدا وديون تخطط المليار. الكلام ده بجد؟ اعتقد ان كله عارف ان المليارات دي، كله عارف ان في مديونات كبيره جدا جدا يعني جدا يعني جدا. وايه اللي ادى، ايه اللي وصل الزمالك لكده؟ لا خد بالك، قصدي يعني سياسه الارض المحروقه. لا اعتقد يعني ما هي بقى تراكمات وقرارات وتراكمات ولاعيبه ومدربين. اكيد طبعا قصه ليها تراكمات. يعني المجلس الجاي هتبقى مهمته صعبه؟ لا، لو البلد مش هتقف معاه مستحيله، مش صعبه. مستحيله مش صعبه. يعني الصعبه دي ممكن لازم البلد، الحكومه تسند نادي الزمالك. العمليه فوق طاقه البشر، فوق طاقه البشر. طب فوق طاقه البشر ده معناه ان المجلس الحالي وصل عمليه فوق طاقه البشر وكان عهده. انا موافق، ما عنديش مشكله، ما ده عهده. موافق، لكن الوضع دلوقتي، انا بكلمك على الوضع دلوقتي جوه نادي الزمالك، وضع صعب جدا جدا جدا. طب انا اسالك سؤال، فتره الكابتن حسين لبيب كان النادي اهدى من كده؟ بالمناسبة حسين لبيب يعني، أو كابتن حسين لبيب، راجل محترم، محترم جدا جدا جدا، راجل عاشق لنادي الزمالك، جه في ظروف صعبة، في توقيت صعب جدا جدا، الظروف ما ساعدتوش. يمكن أنا من الناس القريبة منه. أما ما ساعدتوش إيه؟ ده واخد دوري سلة ودوري، لا ما الانتخابات مش يد، مش واخد دوري كورة ده إعجاز، ما اللي حصل ده إعجاز. واخد كأس مصر طايرة، هو الدوري ده، الكورة ده إعجاز. والهاند بول إعجاز. لكن واخد افريقيا و لكن هي الانتخابات قصه ثانيه ليها ناس. لكن انا بمناسبه ذكر الاسم، قلت لا لازم احييه، هو راجل محترم وراجل قضى فتره كل هو المجموعه اللي معاه بصراحه يعني، مع انه كان جايين في ظروف صعبه جدا جدا جدا. امال المجلس الحالي بنتقده ليه بشكل كمان فيه تجاوز؟ دي سياسه طبعا غلط جدا، طبعا جدا. انا بقول لك انا شايف ان السياسه اللي بيستخدمها المجلس الحالي او اللجنه اللي بتدير دلوقتي دي سياسه بقت الجمال وما بتاخد. طيب بص ما دام انت قدمتني ان انا محايد، انا كنت اتمنى ان يبقى في لجنه محايده هي تدير الانتخابات والصندوق يحكم. انا دلوقتي بقول انا اقوى منك يا شبان، انت تقول لا ده انا اللي اقوى، واللي حكم الصندوق يحكم بينا. كانت احسن حاجه تتعمل ان لجنه محايده وما فيش بقى مهاترات، وده نقطع كهرباء وما نقطعش، والصندوق يحكم، وفي ناس ليها فرص يعني على فكره. فانا عايز ارجع عشان قبل ما انسى قائمه الكابتن عمرو سليمان، في مصطفى سيف العماري برضو. مصطفى سيف العماري طبعا ده ابوه، ده حكايه. لان احنا قعدنا مع الحاج سيف العماري، الحاج سيف العماري طبعا الله يرحمه ويصونه يعني، ده ليه ارضيه جدا ليه ارضيه الزمالك طبعا. ليه ارضيه كبيره جدا يعني، قصدي مش هيبدا من بعيد. في انا ابو العز، في ناس كتيره يعني. وعجبني جدا تحت السن برضه، مش الشباب تحت السن. يمكن احسن حاجه في انتخابات نادي الزمالك الشباب اللي تحت السن، ما خلوش بياخدوا فرص يعني الاول دول خالص. بس اتمنى اللي ينجح فيهم يكمل.